شري بيتكم وعسلامة ومرحبا بكم الناس اللي تتفرجوا فينا في برنامجكم الغناية الجديد. هذه أغنية ليك. الفن أذواق وبرنامجنا للأذواق الكل. الليلة باش نسمعوا برشا موسيقى حلوة بأداء متميز مع أصوات من أحلى الأصوات في تونس، أصوات شابة بيان سور، رفقة مجموعة من أحسن الميوزيسيان ذا لايف باند بودي باند. كاستينغ وتأطير براند ستار. سهريتنا ما دامنا في الموسيقى ما تنجمش تحلى وما تنجمش تكون كامله، وانا متاكده ان انتم زادا موافقين الراي الا بالمايسترو سفير الاغنيه التونسيه والعربيه الفنان الكبير لطفي بوشناق. ميرسي. صحة شريبتك أستاذ لطفي. صحة شريبتك أختي خولة، وصحة شريبتكم الناس الكل، وتحية للكافة السادة المشاهدين وللحضور كذلك. منورنا منورنا الليلة منور بيك، منور بيك، منورين بعضنا الناس الكل إن شاء الله يا رب. عايشك عايشك، ربي يبارك لك يا بي. عايشك سي لطفي. الليلة باش نستمعوا الأحلى الأصوات الشابة إن شاء الله. هذا متميز بيان سور، وأنت حضرت على لونكادرومون، حضرت على البرايف، حضرت على الغنيات، حضرت على كل شيء. ربي يوفقهم يشرفوا وينوروا إن شاء الله، وإن شاء الله تكون هذه فرصة ليهم باش ينطلقوا على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ورايك يهمنا برشا. ماذا بينا شنو تقول للسادة المشاهدين توا، شنو يستنى فيهم الليلة؟ الأصوات اللي يستنوا فيه الأصوات، ما نحبش الأصوات، الكلهم اللي يشاركوا والكلهم اللي تم اختيارهم، الكلهم كل واحد عنده هنك وعنده ريحته وعنده جو وعنده ستيل وعنده إمكانيات مختلفة. معناتها الأصوات كلها ما نحبش نقول هذا خير ولا هذا، كلهم في نفس المستوى. العدل العدل العدل، لا معناتها بصدق، معناتها يستحقوا كل احترام والتقدير. سي لطفي رافقك البلاستيك قبل ما نستقبلوا الأصوات نتاعنا. مرحبا مرحبا بيهم. حلقتنا الليلة باش تكون ياسر سبيسيال مع زوز أصوات متميزين باش يهزونا معاهم العالم كله فن وموسيقى، أما سختو برشا غرام. نستقبلوا من بعضنا الليلة عبد الرحيم ووليد جورنو. صحة شريبتك. يعطيك الصحة. صحة شريبتك. شنو أحوالكم؟ لاباس الحمد لله. أون فورم الليلة؟ على الأخر. شنو توعدوا السادة المشاهدين الليلة خاطر يستناو فيكم؟ أكيد باش نوعدوهم بحاجة باهية برشا، باش نهزوهم شوية للجو الصوفي. إي. إن شاء الله نكون عند حسن الظن. وإن شاء الله نكون خفيف ضلع على السادة المشاهدين. باهي. قبل ما نمشيو الجو الموسيقى والصوفي والسلامية والجو التونسي المزيان زيدا، نبدأ نتعرف عليكم ساعة بالواحد بالواحد. نمشيو الوقت خي عبد الرحيم توتسويت. من بلاد البحر والنسمة الدافية المستير يجينا عبد الرحيم اللي كبر في جو الكل غرام وفن وموسيقى في عائلة فنية أبن عن جد. عائلتي أول ناس فجعوني برشا وزادوني ثقة في روحي أكثر. عندنا طريقة العامرية في سيدي عامر ولاية المنستير معروفة بها برشا الطريقة العامرية، مزهار شوية إني نشط في طريقة كيف نكاك وسمعت برشا نوب وتلمثت على برشا مشايخ وتلمثت وسمعت برشا مشايخ لمدح في البغلية لله. موهبة تتميز بصوت مزيان برشا وقوة حضور وكاريزما. في عمر 29 اختار عبد الرحيم انه يكرس حياته لغرامه وموزيكته. اللي نعيش فيه هني توا من اعز ما عشت في حياتي، وبالرسمي حلم وحسب التجربة دي معناتها الحلم نتاعي مش يتحقق. يا حبيبي
عليك شوية عبد الرحيم توا في البورتخي هذا، باش نسأل الوليد شنو الحاجات اللي ما شفناهمش في البورتخي اللي تنجم تحكيهم لنا شوية هكا في ساعة على عبد الرحيم. شلقت بروحي شنو معنيت هذا؟ كي سألوه في الانترفيو قالوا له قداش عندك تغني، قال شلقت بروحي نغني عندي. عسل انت ما كنتش فايق بروحك تغني، شلقت بروحك بالميكرو فجأة، شلقت بروحك. فجأة كنت ريقت قمت. مي وانت ما زلت خليك تفيق شويه وتشلق بروحك بالكدا، نمشي ونشوفوا البورتخي نتاع وليد توت سويت. مغروم بالمالوف والاغاني الصوفيه، وليد 35 سنه من المرسى. أنا الفن تولدت به، الفن يجري في عروقي، حاجة تربيت عليها وأنا صغير، تربيت على برشا مشايخ كوسوسوا في المالوف التونسي ولا في الفن الصوفي ولا في الفن التونسي. طموحه يوصل للشهرة والنجومية. أنا تلقي حد ما ينشمني اللي يكون بروح أرجي ويقابلني. الفن حاجة كبيرة برشا عندي وطموح كبير اللي نحب نوصل به لحاجة بعيدة برشا. بدأ مشواره من الصغرى وفي الكونسيرفاتوار بدأت الحلمة. أول إنسان أمن بي هو أستاذي في الكونسيرفاتوار عماد بورارة. مش نعود نسألك نفس السؤال عبد الرحيم، خاطر توا عطانا عليك سكوب، توا لازمك تقول لي شنو فما حاجه هكا ما شفناش في الفيتير على وليد. والله الشغل صاحب ضحكه ولا محاله. أه وليد حطيتي صاحب ضحكه فنان وبخلاف يغني هذاك الكل متفاهمين. أه فيه وكل شيء. أه صاحب ضحكه وعنده عنده راس سمي ولا سمي. يزينا ما حكينا، ظهر لي على خاطر نسمع كلام سي لطفي قبيله باش تسمعوا احلى الاصوات احلى الاصوات، ظهر لي تشوق سي لطفي تو باش يسمعوا شويه موسيقى. ان شاء الله ان شاء الله ما كون ما غلطتش في تحليلي. ان شاء الله اكيد اكيد شاء الله. اكيد مالا نبداو سهريتنا بغنيه بصوت وليد جورنو. يا لندرا يقوم شي صعد نرجع ونشوف غزالي غزالي. يا لندرا يقوم شي صعد نرجع ونشوف غزالي، نشبح خياله من البعد كيف راولو كيف ثاني، نبعث ثاني نبعث ثاني مع الرعد اعقب اشتا اشتا والليالي الياني. يا الناس اهبلت عملت الرحلة وسفارت البلدان، زرت ساحرة بر القبلة مسكاني العربان، ريقي عرض دني طفلة تشبل غصن البال. يا ماما تشبل غصن البال. يا عمري العين في العين، قلت لها سكينة يا ليلة أنا غريب
عطشان يا عمري مغرب عطشان يا عمري برافو. عجبتكم الأغنية؟ سي لطفي لله الشباب توا يحبوا برشا كوميرسيا. أنا نقول ما فماش شباب فما أغنية توصل تمسك ولا ما تمسكش، ما فما لا متاع شباب ولا متاع شيوخ. هذا لغة جديدة ولات أغنية فيها المعطيات الكاملة، كلمة ولحنا وأداء وتنفيذا وكذلك وكذلك ما ننساوش حكاية التصوير اللي هو مهم جدا. نحن نعيش عهد الصوت والصورة وأغنية معناتها تتلحن وتبدأ فيها كل المعطيات للنجاح ومش مصورة ولدت ميتة من يومها، يزمها تتصور خاطر المشاهدة معناتها ولات ضرورية جدا. ربي إن شاء الله يوفق، وإن شاء الله ربي يوفق. ملا هذيك علاش سي لطفي نسمع وليد في ستيل آخر أغنية بعدك يا البيا للشيخ العفريت في روف ستوديو.
عبد الرحيم قبل ساعة ما تعديلك انت نحب نشد السي لطفي ما مصلي عني بيه الامكانيات موجودة والحركات والزينة والقوة متاع الصوت موجودين وعايش معاه تحسه يغني فيها من معناتها بقلبه وبروحه أحساس. يعني بحساسه وبحب يغني فيها يعطيك الصحة يعطيك الصحة ولي عبد الرحيم توا لقيت شو اسمك انت عادة ايمان شنو شنو هو الاغنية اللي باش تغنينا الاغنية الأولى كان قلبي طواني كان قلبي طواني كان قلبي طواني للفنانة الكبيرة نبيها كراولي تحية كبيرة لها دونك توت سويت عبد الرحيم في كان قلبي طواني Yeah.
نرجع إيش ماشي رجاني للي ما يسمعش إيش ماشي رجاني للي ما يسمعش كان قلبي طوعني نمشي ما نرجعش كان قلبي طوعني نمشي ما نرجعش كان قلبي يعطيك ألف صحة يعطيك ألف صحة عبد الرحيم توا سيبون بالتصفيق هذي شلقت بروحك تغني سيبون يعطيكم ألف صحة سي لطفي للا اش قولك في عبد الرحيم اش بسهمني نقول هاك شفت الجمهور كيفاش تفاعل معه عبد الرحيم اغنيه علاش اخترت الاغنيه نتاعنا بها كرام اغنيه عجبتني مستني متربين عليها نوستالجيك كل شيء كيما قال الاستاذ لطفي بوشنا قبيله الاعمار ما فماش شباب ما فماش شيوخ ما فما أكيد. فماش فرق المهم الموسيقى تمسكوا هاك هاول انا نقول كل شيء يطلع من القلب يوصل للقلب وكل شيء يطلع من الجواجي يوصل للجواجي ما فيهاش ما الصدق الصدق وتكون صادق في ادائك وتكون مؤمن بالشيء اللي تقدم فيه هذا معناتها ما لا جدال في ذلك نمشي وتتسويت نسمع عبد الرحيم في الروف ستوديو
نساني.